الأخبار اللي جاية دي كلها يعني متعلقة بملف الصحة. الحقيقة كان خبر مؤسف جدا لما سمعنا أشقائنا في تونس بيعلنوا، وزارة الصحة التونسية بتعلن انهيار المنظومة الطبية والصحية هناك. فكان متوقع، وحقيقة ده اللي حصل بالفعل النهاردة، أنه من يعني دور مصر ويعني علاقتها القوية مع أشقائها إنك دايما بتمد إيد المساعدة والعون ودايما تكون موجود وحاضر في الأزمات وفي المحن اللي يتعرض لها أي شعب عربي. عشان كده وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الملف ده، النهاردة بعتت طيارتين عسكريتين كانوا من قاعدة شرق القاهرة راحوا لتونس محملين بشحنات من الأدوية والأجهزة المستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية للشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف العبء طبعا عن أشقائنا في تونس. جانب التونسي من يعني من ناحيته أعرب عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة اللي بتقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي.